صح. الله يكرمك. انت ادم واحد بتاع فسيخ هنا. قالوا لنا كده. الله يكرمك. اعرفني بنفسك بقى. انا علي السفريتي. سفريتي. السفريتي. سفريتي. جدك هو السفريتي. جد السفريتي. هو اللي عمل فسيخ. هو احنا خدنا منه الصنعة دي ابا عن جد. يعني مش احنا يعني طالعين كده طالعين على حسب ايه ابونا واهلنا كلهم بيشتغلوا في الفسيخ. كمان ليه بقى رشيد مشهورة بالفسيخ؟ عشان سمكها مية حلوة. سمكها مية حلوة. مية حلوة. طب المية الحلوة في حتة كتير. لا مش كل حتة بقى فيها في البحر داخل في المالح. يعني دمياط مش مشهورة بالفسيخ. داخله في المالح. داخله. خدت بالك؟ فالسمكه بتاعت البحر بين المالح والحلو والحلو سمكه حلوه بتبقى حلوه. وانتوا ليكوا طريقه في الفسيخ طبعا، بدليل انه رشيد هي الفسيخ ده كله من رشيد. من رشيد صح. بس احنا هنشوف وانت بتعمل الفسيخ بتعمله ازاي ولا مش هنشوف الحكايه دي؟ نشوفه اللي انت عايزه. طب فرجنا. فرجنا السمكه كده بتعملوها فسيخ ازاي؟ صباح الفل. دي انت حاطط الفسيخ هنا؟ ايوه ايوه كده. هو الفسيخ يتحط في براميل يا عم الحاج؟ لازم يكون براميل خشب. ايوه. ما يتحطش في براميل اي براميل تاني. لا براميل خشب. براميل خشب. حلوه سمكه حلوه. مش فاتحه بقى؟ ها لا ده انا النهارده انا على اساس كلام انتوا جايين النهارده. انا فتحت كان لسه قدام مني كمان يومين لما اشتغل منه. والله انت بتشتغل بمواسم ولا ايه؟ طبعا. ايه بقى؟ شم النسيج. العيد. شعبان. دول الثلاث مواسم في السنه بتاعنا. شم النسيج والعيد وشعبان. وشعبان. ليه شعبان؟ الناس بتشعبن قبل رمضان. تديها فسيخ بقى. تاكل فسيخ. طب دي بقى بقالها قد ايه في البرميل ده؟ دي بقالها النهارده 7 ايام. لسه عاوز لك كام يوم؟ لسه 5 6 ايام ولا 7 ايام كمان قبل والله. بس ايه 10 ايام بس. 10 ايام ولا 15 يوم تكون السمكه كانت ملحه. طب بتحط ايه بقى في البرميل ده يا جماعه؟ عشان عارف مش ذوق الفسيخه بتجيب اسفنج. انا عايز اعرف السمكه لما تبقى سمكه وبعدين تبقى متفسخه. سمكه طريه مثلا. وتعملها. واعملها. انت بتاخد السمكه زي ما هي كده؟ لا ده احنا بنبلحوها على ايدينا احنا. ايوه يعني بتجي لك السمكه زي ما هي. السمكه بتيجي نيه. بتخش كذا مرحله. هو احكي لي بقى، حط لي السمكه قدامي وقول لي احكي لي المراحل. تعالى يا عم الحاج، انت اسمك ايه؟ محمد ابن ابني. انت سفريتي برضو؟ وسفريتي برضو يا باشا. خد وحياه النبي رشيد منوره. الله يكرمك. منوره. بحب اتابع اتابعك. الملح ده رشيدي برضو؟ لا ده تبع المؤسسه تبع الشركه عشان مصر بيجيبه لكم. تحط السمكه بقى كده. لا ديت اهم حاجه تكون البوريه طازه. البوريه طازه. يعني طازه بتاعت النهارده ولا طازه بتاعت ايه؟ يعني كتكت. لا دي طريه خالص تكون حيه كمان. حيه. يعني السمكه سلعه من الميه. يكون الغش بتاعها احمر. احمر زي يعني الصياد بيجيب لك السمكه عليها على طول. الصياد بيجيب من الميه على هنا على طول. هنا على طول. تمام. وبعدين بتتغسل من نخششه؟ غسل من جوه هنا. غسيل لازم يكون غسيل غسيل مش اي كلام. بس بالميه بس. بالميه بس. بعد كده بيتساب في الشمس. في الشمس لمده 10 دقائق. 10 دقائق. تحط تفرده هنا. لا في المكان المخصص ليه. في مكان مخصص. تمام. 10 دقائق وتسيبه شويه ينشف. ما يبقاش فيه ميه خلاص. لا ما يبقاش فيه ميه يكون صفى ميته ودمه. خدت بالك؟ وبعد كده تخش على التمليج. على ايه؟ على التمليح. مرحله التمليح بقى. التمليح. اللي هو الملح ده. لا في ملح اخشن من كده شويه. الاول لا ده حفظ ملح خشن شويه. بعد كده بترص في البراميل الخشب اللي انت شفته حضرتك ده. رقه سمك ورقه ملح. رقه سمك ورقه ملح. ويقعد له 10 ايام. ويقعد 10 ايام او 12 يوم. وبعدين يطلع. وبعد كده بقى ايه؟ للمستهلك. على طول. على طول. امال انتوا بقى يعني بتعملوا فسيخ طازه او البول؟ طازه او البول. يعني انت ما عندكش فسيخ مركون؟ لا ما عنديش. احنا بقى الناس بقى كانت بتاكل اللحمه لازم تاخد معاها فسيخ. اللي يقول لك اول يوم هاكل لحمه وتاني يوم هاكل فسيخ. صح. ودلوقتي بقى انت عندك 3 مواسم. شم النسيم. ايوه. وشعبان. والعيد. والعيد الكبير. العيد الكبير. لا العيد الصغير. العيد الصغير مش العيد الكبير. طلع من رمضان بقى تديها سمك وتديها فسيخ.
اسعاره بقت ايه دلوقتي يا حاجه؟ ب 80 جنيه بس. اللي هم بيعملوا سمكتين تقريبا، يعملوا سمكتين او ثلاثه، سمكتين يعملوا كيلو. وفي ناس ماشي الحال دلوقتي فيه الحمد لله ماشي. في ناس بتعمل فسيخ مضروب، مضروب اللي هو السمك. اقول لك انا بقى اعرفه ازاي بقى يا عم سفريت؟ المضروب ده اقول لك فيه سمك بايه، فيه مزارع. فيه ايه؟ مزارع سمك. المزارع دي بقى بيحط لها لمؤاخذه العلب بتاع الايه؟ الفراخ وبتاع، فبيبوظ السمكه. مش سمكه، لا 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 ما تاكلش خالص. طب ما احنا عندنا هنا، هنا في البحر هنا صناديق. بس ما يتملحش. يعني انت تعرف السمكه؟ ايوه طبعا، لنا حته معينه بناخده منها. يعني لو حد جاب لك سمك من الصناديق دي ما تشتريهوش؟ ما لا ما س... ما ت... ما ت... مش قوي، مش حلو. لا مش حلو. في المشوي فوق ال 100 100. في المشوي حلو، ملوش حل. انما الفسيخ لا. طب وانت بتعمل بوري بس؟ امال ايه دي؟ بوري وصناديق. دي بقى غطيان بتحط فيها سمك بس. لا عشان تحط التقل ده عشان يكبس السمكه لتحت. ده رخام عشان يكبسوا، يكبس السمكه ما بقاش في هوا خالص، ما بقاش في هوا عشان ما يبوظ. هوا ممكن يبوظ، يبوظ. وانت بتعرفها بقى؟ بعرفها. في بقى بيئه هي طلع الهوا، السمونيه بتاعت السمك، طعم السمك ده. بص كده، من انت كده بص كده يا استاذ محمود. ايه دي بقى؟ سمورة. سمينة، سمكة سمينة. سمك حلو يعني. سمكة حلو. وده كله برضو فيه كده؟ كله نفس النظام كده. وده برضو بقى له 10 ايام؟ لا ما بقالوش 10 ايام، ده بقى له 5 ايام بكتير قوي. انت اول باول مش هنفتحه ولا ايوه بقى. لا مش اول باول، شغالين على طول. بس اللي جت الجمعه بتاعت العيد دي شطبنا بدري، لان العالم كلها كان عيد لحمه بقى وبتاع. لا كله كان بياكل فسيخ. والله والله العظيم مفيش لحمه. الله في العيد الكبير بياكل فسيخ. يقول لي يا ريت عندي سمك مستوى عشان اكل استاذ محمود. الله يكرمك، الله يكرمك، الله يكرمك، الله يكرمك. وانت مش شغال دي بقى لك كام سنه يا حاج سمرت؟ الشغل النهار ما ربنا خلقني طلعت لقيت ابويا وكلهم بيشتغلوا فيها. وانت لسه بتعمل فسيخ في ايدك؟ طبعا. وانت عندك فوق مكان اكل؟ عندي مكان اكل. تتكلم جد؟ والله. يعني عندكم مطعم فسيخ؟ ما عندناش احنا في مصر الحكايه ديت خالص. اطلع شوف. يعني في ناس بتيجي تتغدى هنا فسيخ؟ طبعا من اسكندريه ومن مصر وكل حته. اسكندريه كلها عندنا هنا. خد المايك بس، خد المايك. لا ادينا اخوك اهو. لا كل يوم اسكندرانيه يعني، وبيحبوا الفسيخ بتاع سفريتي بالذات. لا انت معاك مايك. انا بيموتوا في حاجه الحاج علي السفريتي والحاج عصام محمد. هنا لازم كل شويه يجوا يتغدوا هنا كل يوم. يوميا عندنا ناس من اسكندريه وناس من القاهره يجوا يطلعوا المطعم، يجوا فوق يتغدوا، بيفتحوا الفسيخ وياكلوا العيش والبصل وبتاع ويقعدوا. بس الفسيخ ده بعد الواحد ما ياكله بيبقى عايز ينام على طول. لا ابدا دي حاجه صعبه وبتاع. لا بيعدل. لا لا مش اي فسيخ تاكل، مش اي فسيخ. رشيد بس يا باشا من عند الحاج علي. مش اي حته تاكل فيها فسيخ. في حاجه تاكلها تيجي كل يوم بقى، عايز كل يوم تاكل فسيخ. انا عاوزك تجيلي بقى، هجي لك ايام يكون فيها سمك عندي مستوي. لا والله العظيم انت بقى عندك انواع مملحه واقل ملح واقل ملح، ولا ما هو نوع واحد؟ في اقل، في بعد عشان يعني واحد يقول لك انا عايز ادلع شويه يمشي. في قبل 10 ايام مثلا ولا حاجه هو بيفتح لك العادي اللي انت عايزه. ما عندكوش رنج بقى ولا حاجه؟ لا لا رنج في المواسم دي عدم اساس. ولا في اعلام ملوحه؟ ملوحه لا ما حدش ياكلها خالص. ما عندكوش لو حاطط لهم عليها فلوس ما ياكلهاش. لا هنا ما حدش ياكلها خالص. الملوحه دي بتروح الصعيد بقى والحته دي. الملوحه دي في الصعيد بتتعمل في الصعيد. هي في الصعيد بعدها بالشهرين وبعد كده ياكلوها. هنا ما فيش. وانت ولادك معاك هنا كلهم؟ كلنا مع بعض هنا، ما فيش حد. وابني هناك. عياله وعيال عياله. هناك فين؟ في الدكان الثاني. الدكان الثاني في دكان ثاني. بس ما عندكش فروع خارج رشيد؟ ايه؟ ما فكرتش تفتح فرع في المنظره؟ في المنظره ابني بقى بلا اسماء بيبيع سمك مش فسيخ. ببعت له براملين ثلاثه جنب السمك. جدعانه كده. اللي عاوز سمك ياخد، اللي عاوز يكافئ. عنده كل حاجه، جمبريات وسبيت وكل حاجه هناك في المنظر، مطعم مشويات وكل حاجه. متشكرين قوي. شكرا لله. شوف فسيخ اهي. بس حلوه دي فيها بطوخ. لا لسه. بص بقى السمكه المبخخه دي قدام منها شهرين بيصمونا عليها. ازاي قدام منها شهرين؟ شهرين معاك موسم. الموسم في 12 بيجي البوري اللي بيبطرخ. بيبطرخ في شهر 12. السمك كله بيبطرخ.
كله مبطرق. شهر 12 كله يبطرق، جميع الابيض يبطرق. بص البطروخ كده، بس انا ما طلعش البطروخ. خلي بالك في ناس بتطلع البطروخ وتبيع لوحده. أيوة, أيوة, ايوه ايوه انا ببيعه كده وبنفس السعر هو هو. تبيع السمكه زي ما هي. زي ما هي البطروخ. بالسعر هو هو. زمان كانوا في القاهره يعني يعملوا ايه؟ ياخدوا البطروخ دوت ويحطوه على ورق جرايد كده ويحط عليه ملح. ايوه ويحطوه فوق الدولاب. ايوه ايوه ينشف. لازم يحطوه على حاجه مهويه علشان خاطر ينشف ومش عارف. وبعدين تتاكل كده تمام. انتوا بتعملوا كده؟ بتعملوا بطروخ؟ بنعمله بس في البيوت بقى وبتاع، يعني اللي بياخد سمكتين بيفتحهم الملح القلبين بتوعهم ده. انما انتوا ما بتعملوش بطروخ لوحده؟ لا الحاج بيملح زي ما هو بخيرها، سمكه بخيرها بطروخها. انت بقى تفتحها وتطلع البطروخ. انا عاوزك تجي لي بس ايه في شهرين كمان اكل سمك بطروخ ملوش حل والله. فيها بطروخ ليه؟ افتح له دي، افتح له دي يا حاج، افتح له. افتح له ليه؟ افتح له ليه؟ جرب بس دوق كده. دي تبقى تمام؟ انت بتبيع ولا ايه؟ مفيش عيش يا عاطي، مفيش رغيف ولا حاجه عندك؟ انت بعت دول؟ دول كام كيلو دول؟ بكام كيلو؟ هو بيحبوا العيش. تعال شعبان. الله اكبر، الله اكبر، ده فل. استنى. يجيب لك معلقه اهو؟ لا لا ما لا والله ما والله ما ظبطت. لا يا راجل عدى قوي. حلو. لا بالصلاه على النبي. بس بالليمونه بقى طبعا. بس قدام بقى احنا بنقعد يعني انا منك بس بصل ولا حاجه. هات يا ابني بصل يا ابني. بصل اه بصل يا محمود. اقعد اقعد يا حبيبي. السوق عامل ايه بالي من دول يا حبيبي؟ العالم الموجود زي ما تقول تعبانه شويه. ازاي تقول؟ يعني اللي بيجي ياخد مثلا عاوز كيلو في سي يقول لك انا عاوز نص كيلو رفيع كده عشان يكفي الاولاد. عشان كل واحد ياخد له واحد. عشان ياخد له كل واحد. يعني ضعيف قوي العالم اللي هي ايه بتاخد سمك الكبير ده اللي هم الاغراب. اه اللي جاي من اسكندريه. جاي من اسكندريه بقى. احنا عزبيننا اغلبتهم من مصر. من مصر؟ ايوه والله. يبعتوا يطلبوا ولا يبعتوا حد ولا هم بيجوا؟ هم بيجوا بنفسهم. اه يعني مثلا لما يجي شم النسيم من يجي مناسبه يجي ياخدوا منك كمية. ما تعرفش تقف عني. يكلموك بقى يقول لك احنا جايين. احنا جايين. اعمل حسابنا ب 50 كيلو، اعمل حسابنا ب 20 كيلو. بس الناس هنا الدنيا تعبت شويه. العالم تعبانه. حتى الفيزيك مش غالي عليهم. هيعملوا ايه العالم؟ وربنا روق الحالك. وده بالنسبة. اثر على الشغل عندك قد ده يا عم؟ انت فاكرنا حواجات يا عم؟ جرى ايه يا عم الحاج؟ حتى الفيزيك حياه النبي لو عندي مستوى ما انت ماشي البكسي. ما هو انا خدت وقت. ايه يا عم انت خدت ايه؟ لا 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 بس انت سايب ولادك يشتغلوا معاك شغلانه كويسه حلوه. اه بس بتعمل ايه في الريحه بقى كل يوم تروح للفسيخ؟ لازم اخش على الحمام الاول. على الحمام على طول. في حاجه زي ما بيقول البن والحاجات دي بتضيع ريحه فعلا؟ بتضيع ريحه. يعني اللي يكون رايح مصر وبتاع فمن دول الفسيخ بنحط له ايه؟ انا اعرف ان البن عشان يضيع الريحه. البن والليمون. والبن البن وال حط الليمون عليها والنجاح. الحاج بيبعت السعوديه برضه يا استاذ محمود. بيبعت السعوديه برضه، بيبعت كل حته. في ناس بتروح السعوديه تاخد معاها فسيخ ولا لازم تاخد معاها فسيخ؟ لازم تاخد. طب قول لي يا حاج. طب النهارده والله العظيم تعالى ننصح الناس لما ناخد من عندك فسيخ وعايزين نحتفظ بيه. انا في العاده كنت بعمل ايه؟ بنضفه. ايوه تحطه في برطمان او علبه بلاستيك بخل وليمون يغطيه كده. بيتخلي من الشغل. بيتخلي من كل. اه طبعا طبعا. ولحمه بس. بيتحط في برطمان برضه مع الليمون. وتشتله بقى وقت ما تحب تطلع منه بقى. وازاي الواحد يعرف انه باظ الفسيخ؟ ما انا وصله هو شيء ريحته بايظ يعني. هقول لك الفسيخ اللي هو بيتحط بالبرطمان ده لازم يكون واكل حدوديته في الايه؟ في الملح شويه عشان ما يبص. انما الحلوه لو اتحطت في برطمان بيحفظه. ايوه لو هي حلوه لحمها غير.
انما المستويه تفضل زي ما هي كده قعدتها زي ما انت عايز. طب لو في ناس يعني عشان الفسيخ هو كيلو البوري بكام؟ على حسب مش كل البوري حسب الاوقات. البوري بينفع الفسيخ يعني ممكن الواحد يعمل فسيخ في البيت. تعمل انت هتعطل علينا بقى مش عارف. لا معلش بس تيجي الناس اللي بعيدة عن رشيد يا عم سمروت. في ناس بتعمله في البيت الناس الشعبية. قول لي بقى ازاي الطريقة المثلى الواحد يعمل فسيخ في البيت. الغسل غسيل كويس نفس الطريقة النخشيش برضه هو بيحافيها تاخد وتقمر تفتح النخشيش بتاعته وتغسلها المايه بالنسبة دي يعني اشوف النخشيش قدامي بينزل فينا الكومودو بتاعه. انما السمكة بقى لما بتيجي من قلب المايه لازم تخش مع اثناء ما بتقفز لفوق ما يخش التينه التينه ما يخش فيها لازم انت تضغط المايه لازم يغسل بضغط المايه كمان تفتح عنفيه قوي على النخاشيش عشان تنزل التينه من جواها قدام المايه. يلا بقى كل بقى هناكل بس بعد ما نخلص تصوير وبعدين يحطها في شويه ملح. لا لا ما بتخش بالملح على طول مثلا بتحطه مثلا في الشمس نص ساعه احنا في البيت تنشف مش نص ساعه كده مش يعني المفروض للسمس في شاشه بتغطى دي بتحط في طوايق والطوايق دي بتحط شاشه بحيث ان السخونيه شاشه فوق الطوايق بتبقى قاعد قدام منه كده عشان الدبانه وبتاع عشان دبانه لو بتبوظ البراميل كله. يا سلام دول على طول يا باشا لو الدبانه ربطت ده شخط في البراميل طبقه بيضه كده الذبابه دي تعمل لازم تعمل يا سلام دوض البراميل كله نصبر يضرب دود على طول الدبانه لازم تكون قاعد عليه وفي شاش على الطوالي وانت والنص ساعه دي بس بعد ما تخلص كده ما فيش مشاكل بقى لا خلاص كده الى الابد بتغسله بعد كده برضو بعد ما تجيبه الشمس تيجي الظلمه في يمشى من في الايه من الشر اللي هنا اللي اكلك سبب بطر. يلا بقى احنا كلمنا كل بقى صباح الفل صباح الفل والله يديك الصحه.